طبعا من فضائل المهمة جدا في ليلة النصف من شعبان الدعاء، يستجاب في ليلة النصف من شعبان، ودي هتمثلكوا خضة شوية. يلا من دلوقتي ليلة النصف من شعبان، الليلة بتاعت بكرة، الليلة بتاع بكرة النصف من شعبان، ليلة النص يوم الخميس بالليل صباحية الجمعة، لأن يوم الجمعة 15، الليل بيبقى قبل اليوم، الليل دايما بيكون قبل النهار. ولذلك في يوم واحد رمضان لما الرؤية بتبان ويقولوا إن بكرة صيام، بنعمل إيه؟ بنصلي تراويح، صح؟ لأنه الليل دايما بيجي الليلة بتاعت النهاردة المغرب، الليل ده بيبقى لبكرة. فعلشان كده ليلة النصف من شعبان مش يوم الجمعة، ده ليلة النصف هو يوم الجمعة يوم 15. فليلة النصف من شعبان هي يوم الخميس اللي هو بكرة بالليل. فاستعدوا بقى النهاردة وصلحوا يلا عشان نبدأ نشتغل. سيدنا ابن عمر كان بيقول إيه؟ عبد الله بن عمر بيقول 5 ليالي يستجاب فيهن الدعاء، 5 ليالي بيستجاب فيهن الدعاء. ايه هم يا سيدنا عبد الله بن عمر؟ قال لك تعالى يا سيدي، 5 ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من شهر رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. أدي 5 ليالي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سيدنا الإمام الشافعي يقول إيه؟ سيدنا الإمام الشافعي يقول بالنص، ده كلام سيدنا الإمام الشافعي، بلغنا، ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا الإمام الشافعي بالنص، بيقول بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، وأنا أستحب كل ما ذكرت. ده كلام سيدنا الإمام الشافعي، وأنا أستحب كل ما ذكرت من هذه الليالي من غير أن يكون فرضا. يبقى سيدنا الإمام الشافعي بيرى إن الدعاء كمان بيستجاب في الليالي دي. يا أصحاب الحاجات، يا أصحاب الابتلاءات، يا أصحاب الأمراض، يا أصحاب الطلبات، يا أصحاب الدعوات الطيبات المباركات، الدعاء في ليلة النصف من شعبان لا يرد بفضل الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر. وأيضا عطاء بن يسار بيقول تنسخ الآجال في ليلة النصف من شعبان، تنسخ يعني تكتب الآجال في ليلة النصف من شعبان. علشان كده كل واحد فينا لازم يقدم ويقرب لربنا عمل صالح عشان ربنا يكرمه ويفتح له ويرزقه ويستره ويجبر بخطره ويرضى عنه ويديله. علشان كده لازم نخلي بالنا من مسألة الدعاء في ليلة النصف من شعبان، علشان دي حاجة مهمة جدا 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 جدا. يبقى أنا دلوقتي خدت حاجتين في غاية الأهمية، إن ربنا بيطلع بينظر على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان، فعلشان كده لازم نخلي بالنا من الدعاء لربنا في ليلة النصف من شعبان. أيضا مسألة الحقد ومسألة البغضاء والشحناء والكراهية، ودي هيتشرح في الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله. هتكلم في حلقة بكرة إزاي نوصل للفضل ونفوز بفضل ليلة النص من شعبان. هنقول 5 حاجات هنشرحهم في الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله.